Michel Schuffa, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Très bien. Bravo. Bravo. يعني هذا مرصد للجميع. شكرا. 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 يلا. هذا شرف. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà avoir une adresse dans un espace comme la faculté des sciences, c'est un gain. Et une orientation, aussi une adresse pour tous les chercheurs. Et qui concrétise quand même le savoir-faire traditionnel. Chez Brina, on a aussi voulu que nos étudiants ou nos chercheurs aînés, quand ils veulent avoir une information sur leur tarade, sur ces outils ancestraux qui sont très performants, qu'ils aient une adresse pour venir avoir l'information. Exactement. Ouais. Et aussi, on voudrait à travers ça qu'il y ait des études pour l'identification des tarades, pour voir l'état des tarades, pour voir les... On voudrait aussi mettre en place un prix. En fait, on est parti en toilette. Ah, voilà. Elle a cherché la règle. Non, elle a cherché la règle. مؤتمر القمة العربي حول الماء اعتبره شخصيا باسم مؤسسة مفتاح السعد مكون من مكونات المجتمع المدني، اعتبره إضافة قوية ورائعة تتمشى والمنظور الملكي السامي بإبراز الحضارة المغربية العريقة تاريخيا قديما وحديثا ومستقبلا. الحمد لله إعلان الرباط كيجمع هذه النظرة الملكية السامية في جميع مكوناتها وفي على موضوع هام، موضوع حياتي اللي هو الماء، موضوع حيوي رائع، موضوع مهتم به العالم بأسره. والحمد لله إن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع، وإن شاء الله نكون المستقبل أحسن من الماضي، ونسير جميعا بمكوناتنا الوطنية والإسلامية والعربية وشبابنا وتجاربنا القديمة ومتطلعاتنا المستقبلية وأبحاثنا العلمية الرائدة نصل جميعا إلى هدف المنشود. محمد الركراكي عميد كلية العلوم بالرباط. اليوم كان التتويج للأيام الأربعة اللي دام فيها القمة العربية الأولى حول الماء واللي قام اللي انضمتها مؤسسة مفتاح السعد لرأس مال غير مادي كلية العلوم بالرباط وسفارة الماء واللي كانوا فيها مجموعة ديال العروض لمدة أربع أيام من خبراء دوليين من المجلس العالمي للماء، من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، من مدير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، ومجموعة من الخبراء من شتى الدول، من الكويت، من الأردن، من مجموعة ديال الدول اللي ناقشوا وتباحثوا حول الإشكالية الماء. وبالتالي اليوم كان هذا النداء الأخير اللي هو جمع توصيات ديال هذه المداخلات اللي كانت لمدة أربع أيام. هاد التوصيات اللي انصبت أولا في التعريف بالتراث المغربي من ضمن الخطارات وبالتراث العالمي فيما يخص الطرق التقليدية لتدبير الماء، إن على المستوى الاقتصادي، المستوى الاجتماعي، المستوى ديال التدبير واستهلاك ديال الماء. وبالتالي هذه كانت إمكانية في واحد الجانب لأنه تبرز هذا العمل هذا وجعل بأنه الباحثين سوف ينخرطون في دراسات لتحيينه وجعله أكثر ملائمة لمستجدات الوقت. أيضا كان مناسبة أيضا لحتى العالم الجامعي من مؤسسات التعليم العالي ومن الجامعات للانخراط في الدراسة والتكوينات فيما يخص إشكالية الماء، لأن كما تعرف الجميع إشكالية الماء حاليا ولات واحد الإشكالية اللي هي عندها مجموعة إكراهات وتتطلب واحد مقاربة جديدة، مقاربة مبنية على العلم، مبنية على الذكاء الاصطناعي، مبنية على الذكاء الإنساني. وبالتالي هذا جانب آخر تم التطرق إليه في هذا الجانب هذا.
ايضا كانت حاضره معنا سفاره الماء واللي هي تهتم بالتوعيه والتكوين بالنسبه للطلبه وبنشر المعلومات، وهذا تنعتبره مهم جدا، وقد كوننا مجموعه ديال الطلبه اللي انخرطوا في هذا المشروع ديال التوعيه وديال التكوين فيما يخص الاشكاليات ديال الماء، والذهاب الى المجتمع المدني للتعريف بالاشكاليات وللتعريف بالحلول اللي هي منتظره وبالتحديات ايضا. ايضا كاين الجانب بعد المحاضرات ومع المداخلات طرق الى الجانب التدبيري، وهناك مجموعه ديال التوصيات اللي دارت في هذا الاطار، هذا توصيات بانه يكون تدبير تصاعدي تشاركي تجمع بين ما هو مجتمع مدني، بين ما هو عالم مؤسساتي، ما هو عالم بريفي، وهذا كله مجموعه ديال التوصيات اللي قمنا بها واللي قدمناها واللي كانت محط توقيع بين ثلاثه المنظمين اللي قلت قبيله اللي هما نظموا هذا المؤتمر الاول للماء. ايضا توجد هذا القمه هذا بتدشين المرصد الوطني للخطارات، هذا المرصد الوطني للخطارات اللي بغينا يكون في كليه العلوم بالرباط، هو واحد المرصد، واحد المكان، واحد المجال لتجمع اولا المعارف حول الخطارات، المعارف ديال عدد الخطارات، المعارف ديال حال الخطاره، معارف ديال ما هي الاليات التي يجب العمل بها باش تبقى الخطاره تقوم بالدور ديالها كما قلت قبيله، دور اجتماعي، دور اقتصادي، دور ديال تدبير المياه على الصعيد المحلي. وايضا ستمكن الطلبه ديال كليه العلوم، الطلبه ديال الكليات على الصعيد المغربي باش يكون عندهم واحد المكان اللي يمكنهم يوجهوا ليه باش يمكنهم يلقاو هاد المعلومات هذه. ايضا هذا المكان هذا وهذا المرصد هذا بغينا باش غدا يمكن له هو يكون تيهيكل والبحث العلمي وتعطي مثلا جوائز حول احسن بحث علمي حول الطرق التقليديه حول الخطارات، ايضا احسن تكوين، ايضا احسن دراسه، وبالتالي هذه مجموعه ديال الاليات اللي هما قمنا بهم في هذا اليوم الاخير ديال القمه العربيه حول الماء. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.